صباح الخير استاذه. صباح النور. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الله يبارك. بدايه اسبوع موفقه استاذه اسماء. شكرا للجميع ان شاء الله. طيب بيكربونات الصودا استاذه اسماء كاين اللي عارفها كاين اللي لا، الا سمحتي نحاولوا نقربوا المستمعين اكثر منها. نعم، بالنسبه لبيكربونات الصودا هي يعني واحد الماده اللي معروفه احنا عندنا بالصودا، يعني ملي كنعرف يعني ملي كنبغيو نتكلموا بها الناس يعني عامه. نعم. فهي معروفه بالصودا. الصودا هي الاول حاجه الى هضرتي مع شي مغربي وقلتي له الصودا غادي يقول لك اه اللي كيطيبوا مثلا بها في الحي الجامعي. نعم. اللي كيطيبوا فيها بها في هذه البلاصه، وهذه يعني هذه الصودا هذه عندها سمعه سيئه بزاف عند المغاربه. نعم. وكما قلت لك اول سبب اللي كيجعل ان مثلا الاشخاص ما ياكلوش في بعض يعني في بعض لي ريستورون اللي هما يعني اللي كيصايبوا الماكله بزاف د الناس، سواء كان في المستشفى ولا كان في احياء جامعيه ولا كان في مراكز الرعايه الاجتماعيه ولا هذا، اول شكوى هو تيقول لك ايوا رانا كناكل هذيك الماكله ديال هذا، ان ما كتمسخني لان فيها الصودا وهذه وهذه وهذه. اول حاجه كنبغي نصحح يعني نصحح هذه الفكره هو ان الصودا هي واحد الماده اللي هي طبيعيه. نعم. اللي هي بيوديغرادابل، يعني حتى تتلاشى في الطبيعه، واللي عندها فوائد عديده. من بين هذه الفوائد هذه هي انها كطيب، الى زدناها الماكله راه كتخلي الماكله تطيب بسرعه. نعم. لا اقل لا ولا اكثر، يعني راه واخا ناكلوا ماكله اللي طيبه بالصودا راه ما كاينش هناك ضرر، هي كما قلت فقط راه كتخلي هذيك الماكله تطيب بسرعه. ولا مثلا انسان كلا شي ماكله وحس بانتفاخات ولا حس بمشاكل راه ماشي من هذيك الصودا، ماشي من الصودا، راه ممكن من طبيعه الاكل بنفسه. نعم. اللي يمكن ما كيتحملوش، ولا من شي يعني من مشكل في المصارن هو عنده. فهذا هي الاول نقطه لازم اننا نفهموها. ثاني حاجه الصودا الان عندها يعني فوائد كثيره، حنا غنهضروا على الفوائد الغذائيه. هو انها الى خديناها هي خدينا مثلا عندنا مشكل في المعده كنحسوا بالحموضه وداكشي، كناخذوا معلقه صغيره ديال هاد الصودا اللي كناخذوها من لا فارماسي، وكناخذوا الصودا الغذائيه. عندك شي واحد يمشي ياخذ شي صودا من نوع اخر اللي عندها استعمالات في التنظيف ولا هذا، ناخذوا غير ديك الرخيصه اللي كتكون في لا فارماسي راه كتكون كافيه. نعم. كناخذوا معلقه ونديروها في نصف كاس ديال الماء، نصف كاس كبير ديال الماء، كنقدروا نزيدوا عليها شويه ديال العسل باش نقدروا نسرطوه، وكنستعملوها يعني كمهدئ للمعده. نعم. يعني وكيكون عندها مفعول اللي هو جد جيد. كذلك عندنا الا بغينا الفم، يعني الفم الناس اللي كيعانيو من الريحه ديال الفم واللي عندهم ميكروبات في الفم، كناخذ كنقدروا نديروا بان دو بوش من هاد واحد الخليط. نعم. ناخذوا معلقه ديال هاد الصودا 300 مليلتر ديال الماء، وكناخذوا داك الماء الاكسجيني لوكسجيني 10%. نعم. حيت هو راه كيتباع كاين 10% كاين 20%. نعم. كاين نسب فيه اذا اللي فيه 10%. واخا اللي فيه 10% وكناخذوا معلقه صغيره وكنزيدوها لديك 300 مليلتر ديال الماء اللي فيها اصلا واحد معلقه صغيره ديال الصودا. نعم. وهذاك الخليط كنديروه كبان دو بوش غسول ديال الفم اللي كنغرغرو حتى يوميا. واخا. نعم. وهذا عنده فائده كبيره للفم لانه كيقضي على هذيك الميكروبات اللي كدير لنا اصلا السوسه. نعم. وكيقضي على ديك الميكروبات اللي تيكون عندنا في لاجونسيف اللي في اللحم ديال السنان، ويعني وكينقي الفم وكيطهرو احسن من اي ماده اخرى. نعم. وهي ماده رخيصه وطبيعيه ومتناول اليد ايضا. كذلك بيكربونات الصوديوم كيمكن لينا نستعملوها في تحضير بعض الحلويات بطريقه طبيعيه. مثلا بالضبط كما نستعملو ديك لا لوفر شيميك ولا الخميره الكيميائيه اللي هي كتبقى ماده كيميائيه. نستعملوها كبديل ليها. نعم. كيمكن لينا نستعملوها كبديل ليها. نعم. ما كتعطيناش نفس النتيجه يعني اللي كتعطينا هذيك اخرى، ولكن على الاقل كتصلح كبديل، كتعطينا واحد النتيجه اللي هي نسبيه واللي هي مقبوله. نعم.
فكذلك بالنسبة يعني أن الإنسان يشرب مثلا هذا يعني هذا الخليط اللي تكلمنا عليه المعدة ما عندوش تأثير غير على المعدة راه عنده تأثير على الجسم ككل، لأن هي مادة اللي هي قاعدية. هذه المادة القاعدية كتهبط من الحموضة في الجسم ككل، وهذه مسألة جيدة سواء للعمل ديال الكلاوي سواء العمل ديال الجهاز يعني أجهزة ديال الجسم. يمكن سواء أيضا أستاذة أسماء أنها كتحسن من الأداء البدني والرياضي خلال ممارسة الرياضة، كتعزز تراكم حمض لاكتيك في العضلات والمفاصل اللي كيسبب وجع العضلات ولي كورباتور. كيشربوها الرياضيين بزاف واش مفيدة لهم بالفعل أو لا؟ نعم فعلا هي مفيدة لهم كما قلنا، لان هذه كتجي مع النقطه اللي تكلمت عليها، واننا ملي كناخذوها كنهبطوا مستوى ديال الاحماض في الجسم منهم هذا الاب اللي تكلمت عليها. ولكن راه الاسراف يعني في الشرب ديالها الا بقينا كنشربوها بزاف راه كتجي لنا اعراض جانبيه، الانسان كيحس بالعياء بالارق، يعني كيكون عندها مشاكل، كدير مشاكل اللي تجاوزنا الجرعه. نعم اذا خصنا نستعملوا نسب محدوده، نسب رانا عطيت حتى الدوزاج، يعني عطيت حتى المقادير اللي نستعملوا بها، ونستعملوها يعني مره في اليوم على الاكثر بالنسبه للاشخاص اللي عندهم فعلا مشكل. لان اي زياده راه ماشي يسمعوا دابا هاد الفوائد يبقاو يغرغروا بداك الشيء الصباح والعشيه، ولا يبقاو يشربوا هاد الصودا في اي حاجه. لا، دائما النسب راه غير كميه صغيره منها كتكون كافيه جدا، ونحيدوا من بالنا يمكن حتى المراه تستعملها في الطياب عندها يعني في الاكل ديالها، خصوصا دابا العيالات اللي تيكونوا عندهم مزروبين وخاصهم يمشيو ويخدموا هذه وهذه، راه يمكن الا شي حاجه بغات تطيب لهم يستعملوها بدون اي مشكل. نعم هذه هي النقطة اللي مهمة. نعم بالنسبة لمرضى النقرس كيستعملوا أستاذة، لأن كنسمعوا أنه كيساعد أيضا على توازن في مستويات درجة الحموضة، كيحد أيضا من حمض اليوريك، وصحيح تماما هذا الشيء صحيح، لأن حمض اليوريك اللي هو ناتج عن تناول الناس اللي تياكلوا البروتينات بزاف، نعم، واللي هي كتسبب لهم في مرض النقرس، راه هذا التناول ديال هاد الصودا كيهبط من هاد النسبة، ولكن هو فعلا كيهبط من هاد النسبة وكيحسن يعني من يعني حتى من الآلام ومن التراكم ديال هاد الحمض في المفاصل. ولكن لازم نعرفوا أننا بالإضافة لهاد الشيء هذا لازم مش غناكلوا البروتينات، الناس اللي عندهم النقرات غناخذوا البروتينات وناخذوا هاد الصودا في الماء وراه يعني صافي راه حلينا المشكلة. نقصوا من الكميه ديال البروتينات ونحيدوا على حسب النسبه ديال حمض اليوريك اللي عندنا في الدم، وعاد نحاولوا نستعملوا هذه الوصفه هذه ديال الماء مع الحمض مع هذه الصودا هذه. نعم يعني هي ماشي غنبقاو ما غنديروهاش، انا متاكده ان اي واحد غيسمعها اليوم غيبقى ياكل اللحم وغياخذ هذه الصودا. نعم لا، نحيدوا اللحم وناخذوا كميه قليله من هذا الصودا باش نقيو الجسم ديالنا باش يكون هناك مفعول، والا راه بحال اللي كنكبوا الماء في الرمله. نعم. كنجيبوا البروتينات من هنا كنحيدوهم من هنا، كنجيبوهم من هنا كنحيدوهم من هنا، فما يعني ما عندهاش ما كتكونش نتيجه. نعم ما كتكونش نتيجه بحال النتيجه اللي هي مرجوه. نعم واضح استاذه اسماء، شكرا جزيلا لك، غادي نتلاقاو بك غدا ان شاء الله دائما مواضيع خاصه بالتغذيه. الاستاذه اسماء الزريول الاخصائيه في التغذيه والحميه بالرباط.